عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت اجتماعها الموسع للفصل الثاني للعام الجاري تحت شعار حضرموت ترفض تفريخ المكونات، دعا فيه إلى تبني مطالب المواطنين وقيادة تحركاتهم السلمية الرافضة للتجويع وتدهور الخدمات. المزيد في هذا التقرير. تحت شعار حضرموت ترفض تفريخ المكونات، عقد انتقالي حضرموت اجتماعه الموسع للفصل الثاني للعام الجاري ناقش فيه عدد من التقارير والقضايا وأبرز المحطات التي مرت بها المحافظة مؤخرا، خاصة الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الحضرمي بسبب انهيار الاقتصاد والخدمات. أن تفريخ المكونات ما هو إلا جزء يسير من مؤامرة متكاملة تحيكها قوى اليمنية الناهبة لثروات المحافظة تحت عنوان وشعار وطني المحافظة على الوحدة اليمنية، فهم يسعون إلى خلخلة الوحدة الصف الحضرمي وضرب مكوناته الجامع والحلف الذي اتفق عليه الحضارم على تشكيلها، ثم سرق حضرموت عن محيطها الجنوبي لكي يتسنى لهم الانفراد بها وضمها إلى دويلتهم البديلة عن دويلتهم اللي تركوها للحوثي. بيان ختامي خرجت به الدورة طالب قيادة السلطة المحلية بحضرموت بدعم خيارات السواد الأعظم من الشعب وعدم الانحياز إلى مشاريع وأجندات حلفاء غزو الجنوب، وجدد العهد على مواصلة النضال حتى تحرير كامل تراب حضرموت من القوات اليمنية وعدم السماح بعودة بقايا عفاش والإخوان إلى قيادة ساحل المحافظة. كما نوجه رسالتنا للأخ محافظ حضرموت العزيز مبخوت بن ماضي، ونرجو منه أن ينظر أو أن يكون على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن لا ينحاز إلى مكون بعينه. طبعا الغالبية العظمى من أبناء حضرموت كل العالم يعرف أين متجهين وماذا يريدون، فقد أكدوا المؤكد نكررها مرة أخرى في يوم 7/7 الماضي بأن حضرموت جنوبية الهوى والهوية. بالنسبة للسلطة وعلاقة السلطة وما يجري الآن من عملية تفريخ للمكونات في هذا المجال، هذه يراد بها القضاء عن قضية الجنوبية وتفتيت القضية الجنوبية وقضية أبناء حضرموت بشكل عام. أبناء حضرموت بشكل عام متلاحمين ومصطفين كلهم وراء المجلس الانتقالي، وآخر ما كان ما به يعني فعالية 7/7 التي نفذت في 6 مديريات بالساحل والوادي، حضرموت قالت كلمتها. حضرموت ترفض التبعية، ترفض الإلحاق، ترفض الفساد، ترفض الإذلال والتهميش في حقوقها السياسية والاقتصادية والعسكرية. حمل كبير يقع على عاتق المجلس الانتقالي الجنوبي الحامل لقضية شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة في مواجهة التحركات السياسية التي يقودها حزبي الإصلاح والمؤتمر اليمنيان في حضرموت، وصد محاولاته الساعية لخلخلة وحدة الصف الحضرمي وسلخ المحافظة عن محيطها وعمقها الجنوبي.